البيت بتاعي، وابدا ان انا اضغط على زرار معينه فتبدا الماشينز ان هي تتحرك وتبدا تعمل الاوامر بتاعتي في ككونستراكشن للمبنى بتاعي. بعدين بعد كده بقى اتطور الافكار لما جم في مجموعه الارش جرام وجم قالوا احنا هنعمل ووكينج سيتي. هنعمل ووكينج سيتي، هو كان تخيلهم للووكينج سيتي ان هي مدينه هتبدا ان هي فيها مباني ذكيه، هتبدا المدينه ديت ان هي تتنقل. طب هم ابتكروا الموضوع ده، يعني جت في دماغهم الفكره ازاي؟ كفكره بقى ان العالم انتهى وخلاص ما فيش عالم والكوكب بدا ان هو يتدمر، فاحنا بنجمع الناس ماشينز عشان خاطر نحافظ على حياتهم او يتنقلوا من مكان لمكان علشان خاطر يبدا الماشينز دي تدور على امكانيات الحياه او تدور على التسهيلات اللي هي عايزاها ليها كماشينز، هي كصيانة أو كده. هو خلاص صنف إن هو روبوت ذكي بدأ إن هو يتصرف بطريقة طبيعية تبع يعني إن هو يكيف نفسه حياتيا ويكيف نفسه معيشيا ويقدر إن هو يتأقلم مع الظروف اللي حواليه. فهيبدأ إن هو دي كانت فكرة الووكينج سيتي، إن مدينة فيها ناس تبدأ إن هي تتنقل وتمشي من مكان لمكان. بعدين بعد كده ما وقفش الموضوع على كده، بس بدأ ان احنا شفنا في الصناعات التانية زي مثلا المصانع بتاعت العربيات ومصانع السيارات والمصانع دي كلها، بدأ ان احنا نشوف ان في روبوتس بتستخدم هناك. طب احنا ليه ما نستخدمش روبوتس دي زيهم؟ يعني روبوتس دي داخلة في مجالات كتير وفي مناطق كتير، احنا ليه ما نستخدمش روبوتس دي زيهم؟ فبدأوا ان هم يقولوا طيب تمام، احنا نستخدم نفس فكرة الروبوت ارم اللي موجودة عندكم في الاندستري هنبدأ ان احنا نستخدمها عندنا في الاركتكتشر. فبدأوا ان هم اخذوا الروبوت، بدأوا ان هم يعملوا عليه شوية تعديلات، شوية في البرمجة بتاعت الروبوت، ان هم يبدأوا ان هم يبرمجوه بطريقة تانية، يعمل اعمل وظائف تانية، اعمل خلي مش عارف ايه، يصنف المهام بتاعته ويعددها ويوظفها ويقدر ان هو يعمل اكتر من مهمة واحدة في وقت واحد. فبدأ ان هم يستخدموها بالطريقة ديت في العمارة. من هنا بدأت بقى بداية الروبوتس في العمارة، ان احنا بدأنا ان احنا اخذناها، احنا فكرنا فيها من البداية وتطور تفكيرنا فيها، بس جينا في مرحلة قررنا احنا ناخدها بقى من الاندستري هندخلها عندنا في الاركتكتشر. ماشي، هنا بقى ده شكل الروبوت ارم. طبعا احنا عندنا انواع كتيرة من الروبوت ارمز، بس في اشهر روبوت ارمز الموجودة اسمه كوكا، KUKA. كوكا ارم ده المفروض ان هو بيبقى ارم ليه كذا جزء متاخد فكرته من فكرة دراع الإنسان، اللي هو حركة دراع الإنسان، هو بيتحرك في أكتر من اتجاه. فمتاخد الفكرة بتاعته من الفكرة ديت، الطريقة بتاعته من الفكرة ديت أساسا. فهو عندي بيتكون مثلا عندي رقم واحد الكاونتر بالانسنج، ده اللوح الاتزان بتاعه الأول. هو بيتكون من مفاصل كتير، يعني على حسب عدد المفاصل بتاعه ببدأ إن أنا أقول هو بيقدر يتحرك في كذا اتجاه. يعني أنا عندي مثلاً روبوتس بتحرك في الاتجاهات X, Y, Z، التلات اتجاهات، بس في عندي روبوتس بتحرك في الـ 6 axes اللي هو ست اتجاهات، اللي هو فيه ست مفاصل، كل مفصل منهم بيتحرك في اتجاه معين. فيبدأ إن هو زي ما نقول بيلف المكان بتاعي 360 درجة ويقدر إن هو يتحكم في المكان بتاعي 360 درجة. ماشي، عندنا مكوناته بقى، عندنا الكاونتر بالانسنج، عندنا اللينك أرم، عندنا الأرم نفسه، وبعدين الانلاين ريست اللي هو زي ما نقول معصم الانسان اللي بيبدا ان هو يتحرك ويتحكم بقى في الحاجه اللي قدامه اذا كانت دقيقه او كبيره. بعدين عندنا الروتاتين كولوم والبيس فريم، القاعده الثابته بقى اللي هو بيقعد عليها، القاعده الثابته اللي هو بيبقى ثابت عليها. وعندنا الكنترول كابينت والكونكتنج كيبلز. الكنترول كابينت اي روبوت بيبقى المفروض معاه حاجه زي كابن كده، بيبداوا ان هم يتحكموا في الروبوت منها، او تابلت، يعني تابلت اللي هو جهاز كده لوحي في ايده ويبدا ان هو يتحكم فيه ويدي للروبوت اوامر منه. الروبوتس عندي ليها اشكال كتيره ومتعدده، بس هي نفس الفكره برضو، كلها نفس الفكره. بس
آلية بقى البروسيسنج بتاعت الروبوت من الجهاز، من أول ما بعمل الرسومات لغاية لما الروبوت ما بيبدأ بينفذ. المسار بتاع الرحلة دي بيمشي إزاي؟ أول حاجة أنا بيبقى عندي الالجوريثم بتاعتي اللي هي الديزاين الالجوريثم بتاعتي اللي هي الرسمة بتاعتي. أنا خلاص رسمت الجيومتريك ديزاين بتاعي، رسمته خلاص، بعدين ببدأ إن أنا أطلع الرسومات بتاعتي لاستراتيجيات لطريقة. أنا أنت بص، أنت هترسم بالطريقة الفلانية، يعني أنت هترسم الخط ده الأول، بعدين الخط ده والخط ده والخط ده. هنبدأ إن احنا نرسم اللي هو طريقة الرسم الأول، زي ما احنا بنيجي نعلم مثلا في الأركتكتشر، احنا بنرسم مثلا في الكونستراكشن بنرسم حوائط، أعمدة، مش عارف إيه. فأنا في الروبوتس برضو هبدأ إن أنا أقوله أنت هتبني ده الأول، هترسم ده الأول، هتخلي ده الأول، اللي هي الطرق الستيبس بتاعته اللي هو هيمشي عليها. بعدين بعد كده برجع اعمله سيميوليشن على البرنامج. بعد ما بعمله سيميوليشن انا كده خلاص، لو انا في عندي ايرور في المرحلتين دولت، فانا برجع تاني للجيومتريك ديزاين، برجع تاني للديزاين بتاعي، بعدين ارجع امشي نفس المراحل تاني بالترتيب. خلاص كل حاجة اتظبطت هنا لغاية الروبوت سيميوليشن، كل حاجة طالعة مظبوطة معايا في الروبوت سيميوليشن. هبدأ بقى ان انا اطلع كل الكلام ده للروبوت كنترولر، هبدأ اطلعه للتابلت بتاع الروبوت. فمن التابلت بتاع الروبوت بقى ابدأ ان انا اصدر منه الاوامر واتحكم فيه، وابدأ ان انا اطلع الاوامر للموتور وللارم. الموتور موجود معايا بتاع الروبوت والارم. لو في برضو اي حاجة واجهت الموتور او الارم غريبة هو مش عارف ان هو يتصرف فيها، فبيبدأ ان هو يبعت للكنترولر. الكنترولر بقى أبدأ ان انا اتحكم فيه وأبدأ ان انا اعمله. من اشهر البرامج اللي موجودة معايا في المجال ده، في الكمبيوتيشنال ديزاين او في الروبوتك او في الكمبيوتيشنال فابريكيشن، من اشهر البرامج اللي موجودة معايا الراينوسيرس والبلاجن بتاعه زي جراس هوبر. غير كده ان في عندي روبوت زي كوكا عامل نفسه برضه بلاجن بيستخدم مع الجراس هوبر، اسمه كوكا بي ار سي. كوكا بي ار سي، هل نيجي نقول بقى ال AI بتساعد الاركتكتشر ازاي؟ احنا بنستخدم الـ AI تقريبا، يعني لما نيجي نشوف على تطبيقات الـ AI او الذكاء الاصطناعي عندنا في الاركتكتشر، هنلاقيها موجودة في اماكن في مجالات كتير او في مهام كتير. فهنلاقي مثلا موجودة في ان هي تأسيس، في عملية التأسيس والتخطيط، في موجودة عندي في التأسيس والتخطيط، ان انا ازاي ان انا في البداية ببدأ ان انا اخد satellite images وابدأ ان انا اعمل عليها planning، ابدأ ان انا احسب كثافة الناس الموجودة في المكان، ابدأ ان انا اللي هي الداتا اللي بتبقى موجودة عندي، وان انا ابدأ ازاي ان انا اوظفها. ده بالنسبة لل foundation وال planning. بالنسبة بقى لل construction، في المجالات معايا موجودة اوسع شوية واكتر شوية في ال construction. فانا عندي مثلا ان انا في ال construction ال prevent cost overruns، يعني ان انا ما اخليش ان انا احسب التكاليف بتاعت الانشاء طبقا للمواد اللي انا هستخدمها، فاحسب تكاليفها، فاعمل عملية كنترول على التكاليف بحيث ان انا ما استخدمش تكلفة البناء معايا ما توصلش لمرحلة اوفر. ماشي. تاني حاجة الـ Building Information Modeling الـ PIM. الـ PIM طبعا احنا عارفينه، اللي هو فكرة ان انا بربط المبنى بحاله ببعضه من اول مرحلة الانشاء لغاية لما مرحلة ان هو هيتهدم ازاي. ماشي. فكرة ربط المبنى ك وأنا بنشئه، يعني وأنا بصمم الديزاين، وأنا بعمل له working design الworking بتاعه، وأنا بعمل له construction، والناس عايشة فيها تعيش فيه ازاي، لغاية لما المبنى ممكن هيتهدم ازاي. تالت حاجة risk mitigation اللي هو التخفيف من المخاطر. ان انا ببدأ ان انا وأنا في ال construction ببدأ ان انا يبقى في عندي مهام معينة فيها مخاطر معينة، ريسكس معينة، فأنا ببدأ إن أنا أشغل فيها الروبوت، ما خطرش بحياة إنسان إن أنا يبقى الإنسان ده هو الموجود في الروبوت ده في المكان ده ويخاطر بالكلام ده. غير كده كمان ببدأ
مهام معينة محتاجة إن هي تبقى تكرارية، زي مثلا إيه عملية النحت أو عملية حفر أو عملية حاجة معينة، دي عملية تكرارية مش لازم الإنسان هو يقوم بيها، فيبدأ إن أنا أوظف روبوت معين هو يقوم بالمهام دي. تالت حاجة البروجكت بلاننج. البروجكت بلاننج إن أنا أبدأ إن أنا أوزع المهام في تخطيط الموقع بتاعي. يعني أنا عندي المهام بتاعتي construction، إذا كان ما بين المهندس الموقع أو ما بين مش عارف مهندس تاني اللي مشرف أو كلام من ده، فأنا ببدأ إن أنا أوزع المهام بتاعتي كل واحد ليه مهام إيه بالظبط. وال on-site higher productivity اللي هو الإنتاجية العالية في الموقع، إن أنا أبدأ إن أنا أستخدم روبوتات. الروبوت خلينا متفقين إن الروبوت ما بيتعبش، يعني مش هيجي في مرة يقول لي لأ أنا تعبت مش قادر اديني راحة يوم أو يومين، لا الروبوت بيكمل معايا، ممكن يشتغل معايا 24 ساعة لمدة 7 أيام مثلا أو وليكن أي فترة أنا عايزاها. فطبعا الإنتاجية بتبقى أعلى، وقت بيبقى أسرع، تكلفة بتبقى أقل، تكلفة بتبقى أقل من نواحي كتير، منها مثلا إن أنا ببدأ إن أنا أخفض نسبة عمالة معينة علشان خاطر الروبوت هيقوم بالمهام دي. عندي الأوف سايت كونستراكشن. الاوف سايت كونستراكشن زي اللي هو نفس معنى البريفاب، بريفابريكيشن اللي هو انا ببدا ان انا اصنع حاجه بره في المصنع، وبعدين بعد ما اصنعها في المصنع ببدا ان انا اخدها واجيبها احطها معايا اركبها معايا في الموقع. طب ما انا ممكن اساسا اكون بصنعها في المصنع بروبوت وارجع برضو اركبها في الموقع بروبوت عادي جدا، مفيش مشكله. ماشي. بعد كده بقى احنا كده خلصنا الكونستراكشن، نيجي بقى هنشوف في السمارت سيتيز احنا ازاي بنستخدم الاي اي في السمارت سيتيز، ان احنا ازاي بنربط المدينه مع بعضها، الوظائف الموجوده في المدينه بحالها ازاي نربطها مع بعضها، ريال استيت اللي هي العقارات ازاي ان احنا بنبدا نتحكم نعمل تقييم لمدى كفاءه العقار في الاي اي، ازاي في الانشورنس كومبانيز في شركات التامين، ازاي ان احنا في الانشور ازاي عشان خاطر ال AI بقى واسع استخدامه في الاركتكتشر، فبقت المباني ليها كفاءة عالية، فبقى يبقى في تأمين، شركات تأمين على المباني. في السمارت هومز ازاي ان انا اخلي كل حاجة عندي في البيت بتتفاعل معايا، بتبدأ ان هي ستاير تفتح لوحدها، انارة تنور لوحدها، كلام من ده. نيجي بقى نبص بعدها على الابليكيشن اوف روبوتس ان اركتكتشر. تطبيقات العمارة، احنا من ضمن تطبيقات الاي اي، من ضمن وظائف الاي اي هي الروبوتس، ان انا ببدا ان انا اعمل برمجه للروبوت ان هو يتحكم معايا. فانا ببدا الروبوت ده بقى بستخدمه ازاي عندي في العماره، قال لي وليكن ايه الروبوت اللي انا هستخدمه في العماره، فهو وليكن ايه المهمه اللي هو هيقوم بيها او اللي انا هخليه يقوم بيها، هو هيقوم بثلاث عمليات تقريبا، يعني مش هيخرج عمله عن 3 عمليات، إضافة طرح أو عمليات تانية. في الديزاين عامة لما بنيجي نتكلم عن التشكيل مثلا بتاع الكتل أو كلام ده، فاحنا بنتكلم إيه، إن احنا بنبدأ نشكل الكتل في addition و subtraction، فطرح وإضافة، فاحنا برضو بنفس الفكرة، الروبوت برضو بيعمل معانا نفس الفكرة، بيبدأ إن هو يا إما يضيف حاجة يا إما يطرح من الحاجة. طب الاديتيف مانفاكتورينج معروفه بال 3D printing اللي هو الطباعه ثلاثيه الابعاد، اللي هو ان انا ببدا ان انا احط لايرز فوق بعضها من ماده معينه لغايه لما تكون لي الحاجه اللي انا عايزه اكونها. السبتراكتيف مانفاكتورينج اللي هو الطرح بقى، زي السي ان سي مايلينج، زي الليزر كاتنج، زي الهوت واير، اللي هو فكره ان انا بيبقى عندي حاجه وببدا ان انا اطرح فيها واقطع فيها لغايه لما اكون الشكل اللي انا عايزاه. الروبوتك الاذر بقى، روبوتك الاستخدامات التانية يوزز هتبقى عندي زي البندنج والفولدنج والويفنج، اللي هو زي ان انا ببدا ان انا اتني حاجه او الحم حاجه، او ان انا ببدا ان انا اشكل بنسيج معين اشكل بيه حاجه معينه. ماشي. فدي دول الثلاث حاجات اللي مش هخرج عنهم الطريقة بتاعتي بتاعت الإنشاء أو استخدام الروبوت عندي في الأركتكتشر. نيجي بقى احنا نتكلم النهاردة عن الكونستراكشن، يعني في الاستخدامات بتاعت الـ AI في الأركتكتشر، احنا شفنا الاستخدامات بتاعتها كتير، فاحنا نتكلم النهاردة عن الكونستراكشن. في محاضرتين تانيين، هيبقى في كل محاضرة هنتكلم برضه عن جزء تاني، يعني هنتكلم مرة عن الـ Smart Cities، مرة تانية والسمارت هومز، مرة تانية نتكلم عن الماتيريال.
فاحنا نتكلم النهارده عن الكونستراكشن. الكونستراكشن انا باجي استخدم الروبوت ازاي معايا في الكونستراكشن، اضافه عن الحاجات اللي انا قلتها في السلايد اللي فات، ان الروبوت بيفيدني ازاي. بيبدا انا مثلا بيبدا ان هو يعمل لي 3D models دقيقه، ان هو يبدا يعمل لي 3D print للموديل، او ان هو يبدا يعمل لي CNC يحفره ويطبع وابدا ان انا اركبه، بس تبقى موديل دقيقه. ال creating construction process ان انا ببدا ان انا اعمل الهياكل الانشائيه بتاعتي بتاعه ال construction، اذا كانت حيطه، اذا كان شكل فني انا عايز اعمله، اذا كان سقف ارضيه وليكن ايه باللازم انا عايز اعمله. ال assembling pieces on site تجميع في الموقع، يعني ان انا ببدا ان انا اعمل حاجه، اقطع حاجه او اعمل حاجه وابدا ان انا اجمعها، الروبوت هو اللي يجمعها لي، مش لازم انا اللي اجمعها. ال accounting for material expansion or mathematical errors during construction، يعني بيبدا الروبوت ان هو يعمل حسابات للماتيريالز اللي انا بستخدمها. يعني ونفترض ان في ماتيريال معينه انا بستخدمها، والماتيريال ديت ليها حسابات معينه انا غلطت في الحسابات بتاعتها، فيبدا الروبوت بتاعي انا مبرمجه ان هو يتصرف، فيبدا ان هو يتصرف معايا ويبدا ان هو يفكر، يا اما لو الماتيريال دي مثلا بيحصل لها تمدد او انكماش وانا ما خدتش بالي او ما عملتلهاش حسابات صح، فيبدا ان هو يحسب هو حساباته، يبدا ان هو يا اما يشيل منها يا اما يستبدلها بحاجه تانية، بدل ما انا مبدا ان انا لسه ادور واشوف انا لسه هحل المشكله دي ازاي واعمل ايه، فهو يبدا ان هو يتصرف بسرعه ويحل المشكله. تالت حاجة، خامس حاجة، helping buildings meet sustainability goals، إن أنا بساعد المباني إن هي تحقق ال sustainability، الاستدامة. طب ده من خلال إيه؟ من خلال مثلا المواد اللي أنا بستخدمها في الموقع. المواد دي إن أنا أوفر في المواد، ما أهدرش في المواد، إن أنا أشوف المواد المتاحة الموجودة معايا مثلا في الموقع، ما أروحش أستورد مواد تانية من أماكن تانية بعيد فتبقى التكلفة زيادة عليا. ان انا اخلي مثلا الماتيريال دي تبقى استخدم ماتيريال سستينابيلتي ملهاش تاثير على الضرر على البيئه. ان مثلا في حاجه مثلا ان انا ابدا ان انا حتى بعد المبنى ما ينشا، بعد المبنى ما يتعمل، ان انا ابدا ان انا اتحكم في درجه حراره المبنى، ابدا اتحكم في التكيفيه بتاعه المبنى مع الناس اللي جوه، درجه الحراره، مستوى الاضاءه، مش كل الكلام ده كله. فلو في مثلا مشروع معمول اسمه مونكي روبوت، المونكي روبوت دي بتبدأ ان هي تتنطط على الواجهة، تبدأ ان هي، يعني هم مسمينها مونكي عشان هي بتبدأ ان هي تتنطط على الواجهة ما بين الغلاف الخارجي للمبنى وما بين المبنى نفسه، الحيطة، الغلاف الداخلي للمبنى، تبدأ إن هي تتنطط ما بين الاتنين دولت على الواجهة علشان خاطر تبدأ إن هي تشوف مثلا المستخدم الفلاني ده، هو الشمس طالعة والنهار واضح اهوت والنهار طالع، بس هو قافل الستاير ومشغل النور، فتبدأ إن هي تنبهه إن أنت لا اطفي النور وافتح الستاير. الكلام ده تبدأ إن هي تتحكم في استخدام المستخدمين، طريقة المستخدمين في استخدام الفراغات في المبنى، وتبدأ إن هي تتحكم كمان في التكيفية بتاعة المبنى. ندخل بقى على الأمثلة بتاعتنا إن إحنا إزاي بنبدأ بقى نستخدم الروبوتات دي معانا في الكونستراكشن. بقى الأمثلة التطبيقية عندي مثلا المثال ده stratifications، ده في لندن. المثال ده المفروض إن هو عمل روبوت وعمل له وحدات شبه الطوب بس من الخشب، بس بسمك مختلف. الأبعاد هي بس السمك بتاع اليونت بتاعته مختلف، في حاجة سمكها كبير وحاجة سمكها صغير، وهو محطوط له على البرمجة بتاعته في البروجرامينج بتاعته في الرسومات بتاعته محطوط له إن أنت هتنفذ شكل معين، حط له الشكل اللي هو هينفذه. فهو بيبدأ ياخد يمسك اليونت بتاعته، وحدة الخشب اللي شبه الطوبة، ويبدأ إن هو يعمل لها سكان فيشوفها إذا كان حجمها كبير أو حجمها صغير. لو حجمها كبير يبقى هتتحط في المكان اللي ورا، لو حجمها صغير يبقى هتتحط في المكان اللي قدام. هو بيبدأ إن هو يفكر، يعمل سكان لليونت اللي قدامه، يبدأ يفكر دي هتتحط فين، ويبدأ إن هو يحطها في مكانها. ده مثلا هنا مثلا هنشوف فيديو طريقة عمله أو استخدامه.
طيب ثواني. هو جهاز عنك بس ثانية واحدة. هو مش فاضي يشغل حاجة. طيب ثواني بس، بحاول بس ان انا اظبط الجهاز لان هو هنج معايا جامد قوي، لان الفيديوهات تقيلة والباور بوينت بصراحة كنت مجهزة لكم حاجات كتير قوي، فيديوهات كتيرة، فعشان خاطر هو تقل قوي معايا. ثانية واحدة. هنا طريقة عمل الروبوت ازاي ان هو سوري ازاي ان هو الروبوت بيبدأ ان هو يتحرك معايا، ازاي ان هو بيستخدم الوحدات بتاعته اليونتس بتاعته ويبدأ ان هو يحطها في اماكنها الصح. المكنة اللي على الجنب دي بيبدأ في مكنة تانية بتبدأ ان هي تقطع اليونتس، او اليونتس متقطعة جاهزة محطوطة ويبدأ ان هي تتحط له. هنا بقى الروبوت بيبدأ ان هو يعمل سكان للجهاز ويبدأ ان هو يحط كل حاجة مكانها. واخدين بالنا من طريقة حركة الروبوت ان هو بيتحرك في اكتر من مكان وفي اكتر من يعني في اكتر من اتجاه، ليه يقدر ان هو يتحرك في كذا اتجاه وفي كذا بكذا طريقة، يعني يقدر ان هو يلف المكان اللي حواليه 3D كله 360 درجة. دي الباينة قدامنا دي الجزئية اللي هو بيبدأ ان هو يمسك بيها الطوب بتاعه او اليونتس بتاعته يبدأ علشان خاطر يحطها في مكانها. هنا بقى واخدين بالنا من هو ازاي عمل يونتس كلها، كل اليونتس نفس السمك محطوطة جنب بعضها او فوق بعضها، واليونتس بحالها يعني مرتبها بنظام، مفيش حاجة، مفيش واحدة صغيرة معاها واحدة كبيرة، لا هو عامل عارف بالظبط ايه الوزن اللي في ايده، او ممكن نقوله ايه السمك اللي في ايده، ويبدأ ان هو يتحكم فيه ويحطه، يبدأ ان هو يعمله سكان ويتعرف عليه ويحطه في مكانه الصح اللي المفروض ان هو يبقى موجود فيه. بس ده كان بالنسبة للمثال ده. ثانية معلش نوصل للسلايد اللي احنا كنا فيها. كده كنا في السلايد اللي فوق دي، عرفنا كده اتفرجنا على طريقة عمل الجهاز ده وازاي ان هو بيبدأ ان هو يتحكم في الحاجة اللي في ايده ويبدأ ان هو يعمل لها سكان ويتعرف عليها ويحطها في مكانها الصح المظبوط. هنا بقى ده مثال تاني. المثال ده بيبدأ ان هو يعرف فكرة الروبوت فعلا في ال construction sites، ازاي ان هو هيبدأ الروبوت يبقى عارف مهامه كويس قوي ومتعرف على البيئة اللي حواليه، وكمان
قادر ان هو يحدد مهامه ويحدد الوظيفة لو حصلت مشكلة او تغير المهمة بتاعته او تغير الشكل بتاعه المفروض ان هو ينشئه، فيبدأ ان هو يتكيف معاه ويبدأ ان هو يتأقلم معاه ويغير ينوع من المهام بتاعته ويغيرها او يغير التفكير بتاعه والفكر بتاعه. فعندي مثلا هو اسمه الـ Endless Wall، معنى هو بنى الجدار، فانا باجي ارسم له خط تاني، انت هترسم الجدار من الخط ده، فابدأ ان هو يشيل يونس من هنا ويبدأ ان هو يحطها في الناحية التانية على الخط التاني اللي انا رسمته له، فهو هنا بيبدأ ان هو يشوف البيئة اللي حواليه بتتغير ازاي ويبدأ ان هو يتأقلم معاها. الروبوت ده اللاين اللي انا برسمه له هو بيبقى يعني هو خلاص عرف ان اللاين ده كده تغير في الوظيفة او في المهمة بتاعته، فيبدأ ان هو يشيل يونس من المكان ده ويبدأ ان هو يحطها في المكان التاني، عشان كده سموه endless wall، ان هو مش هينتهي، هو شغال في الوظيفة بتاعته باستمرار، مش هيخلص لما انا اقول له خلاص انت كده خلصت. نشوف له فيديو تاني. هنا في الفيديو ده بيبدأ ان هو ياخد اليونتس بتاعته من المكان الاولاني ويبدأ ان هو يحطها في مكانها الجديد، هو هيبني الحيطة الكاملة، انا قايله ان هو يبني الحيطة الكاملة، فهو هيبقى هياخد اليونتس من المكان القديم ويبدأ ان هو يحطها في المكان الجديد اللي انا محدده له، اذا كان بقى المكان الجديد بقى كيرف اذا كان ستريت لاينز هو مش فارق معاه، هو بيبدأ ان هو يتكيف مع الخطوط بتاعته على شكلها الموجود، على طريقتها او على شكلها الموجود او على طبيعتها زي ما هي موجودة. هنا بقى وهو بيرسم له اللاين الجديد اللي هو خلاص دلوقتي واقف، هو كمل الجدار بتاعه، فهو بيبدأ ان هو يرسم له اللاين الجديد اللي انت هتمشي عليه، فهو يبدأ ان هو ياخد من الجدار اللي هو كان بنيه قديم ويبدأ ان هو يحط على اللاين اللي انا محدده له، يبدأ ان هو يرصص عليه بنفس طبيعة الكيرف بتاعه بنفس كل حاجة، يبدأ ان هو يحط الاعداد بتاعتي بحيث ان هي تطلع لي الجدار بتاعي بنفس الكيرف اللي انا محدداه. هنا اهوت لغاية بينقل لغاية لما يخلص الجدار اللي هو بيبنيه خلاص ويخلصه، فيبدأ هو ان هو يحط له مسار جديد ويحدد له مسار جديد ينشأ عليه، فيبدأ ان هو يشيل من هنا ويحط من الناحية التانية، فهو الوظيفة بتاعته هو بيبدأ ان هو يتكيف مع كل حاجة بتحصل قدامه. ماشي. هنا بقى ده 3D printing، بس 3D printing عمله ازاي؟ انا بدل انا عندي بدل ما اعمل الاسمنت وبدل ما احط فيه حديد او احط فيه وليكن قطاعات حديدية شكلها عامل ازاي، انا هبدأ بال 3D printing بماتيريال معينة، ابدأ ان انا اعمل الستراكشر بتاعي كقطاع structure انا عايز اعمله، بحيث ان هو يبقى ثابت ويبقى يعني ثابت هيكليا، ما يبقاش متلخلخ او ما يبقاش متزعزع، ويبدا ان انا اعمل ابني الجدار كستراكشر، بعد ما ابني الستراكشر ابدا ان انا اصب خرسانه. الطريقه دي لقوها ان هي موفره جدا للتكاليف، الستراكشر بتاعه بيبقى ثابت عادي جدا، فبيبدا ان هو يستخدم معاه نوع معين من الاسمنت بحيث ان هو يبقى ثابت معاه وما يبقاش ما يبقاش فيه مثلا تكتلات او ما يبقاش فيه حاجات كده. ده شكل الماشين بتاعته اللي بتطبع بال 3D printing، هي بتطبع ماتريال معينه، بتبدا ان هي اول ما بتنزل من المكنه بتبدا من الماشين بتبدا ان هي تثبت في مكانها على الشكل اللي انا اللي هو بيرسمها عليه، انا ببقى مدياله قطاع معين او شكل معين، انت هتبدا انك ترسم الوول بتاعتي او الستراكشر ممبر بتاعي على الشكل ده، فيبدأ ان هو يطلع لي البول بحاله بالشكل اللي انا مديهوله. ثواني نشوف بقى لي فيديو تاني. هنا طريقة الحركة بتاعته هو مش فارق معاه إذا كان كيرف أو ايبل لازق أو ستريت، هو بيبدأ إن هو يعمل القطاع بتاعي اللي أنا مديهوله،
ويبدأ إن هو يرسمه ويعمله كأنه كأني حاطة structure members بالظبط. هو بيبدأ إن هو يرسمها ويطبعها. هيتني شغال لغاية لما حد يطلع لي الارتفاع بتاعي اللي أنا مديهوله أو اللي أنا قايله له أنت تطبع لي لغاية الارتفاع ده. طبعا كلها طبقات 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 فوق بعضها لغاية لما يكوني الشكل بتاعي أو الهيكل بتاعي اللي أنا عايزاه. هنا بقى استخدموا الكلام ده بطريقة تانية artistic شوية. إن أنا هعمل منشأ هيكلي، بس هيكون يعني منشأ structure بس هيكون من نفس الماتيريال ديت، بس الماتيريال دي أنا اديت لها ألوان بحيث إن هي تبان إن هي فنية شوية. وهحطها كبافيليون عندي موجود في قاعة معينة، معرض عندي موجود في قاعة معينة. فهيبدأ بدأ إن هو يعملها بالشكل ده، بالكيرفز بتاعته، بالمنحنيات بتاعته، بالارتفاعات والانخفاضات بتاعته. مش فارق معاه طبعا الماشين، هي بتنفذ كل الأوامر اللي أنا بديها لها، بتتبع كل حاجة أنا بديها لها. وطبعا زي ما احنا شايفين المتانة بتاعتها أو قدرة التحمل بتاعتها عالية، فهي مش حاجة مثلا هشة هتقع أول ما ألمسها. لأ، دي حاجة ليها قدرة تحمل كبيرة وعالية، تقدر إن هي تتحمل أي ضغط عليها. تعالوا نشوفوا برضو هنا فيديو تاني ليها. هو هنا دي الأجزاء اللي هو بيبدأ إن هو يحطها في ماشين معينة عشان خاطر تطلع له المسار بتاعه، اللي هو المادة الماتيريال بتاعة البرينتينج اللي هيبدأ إن هو يطبع بيها. تعملها له على شكل روب أو حبل كده، خيط، فيبدأ إن هي تدخل في الماشين التانية عشان خاطر يطبع بيها. هو تعملها له على شكل روب حبل كده، ويبدأ الحبل ده هو حبل ملون، ويبدأ بالألوان اللي أنا حطيتها له، ويبدأ إن هو ياخد الروب ده ويطبع بيه. هي الماتيريال بتبدأ إن هي تثبت في مكانها زي الأقلام 3D printing اللي موجودة، اللي هي بتبدأ إني أرسم أي شكل بيها فتبدأ إن هي تثبت في مكانها الشكل اللي أنا رسمته. ده شكل الماشين بتاع 3D printing، الروبوت بالجزء اللي تحت اللي بيطلع الماتيريال بتاعته. الروبوت ارم ماشي ازاي، وشايفين الخط بتاعي اللي هو الروب بتاعي ماشي ازاي وطالع منين. هنا وهو بيطبعه من اوله من تحت لغاية لما يطلع بيه الارتفاع اللي انا مديهوله فوق اهوت، لغاية لما يكون لي الشكل اللي أنا عايزاه كله. هو كونه لي وقام جاي رسمه كله. واخدين بالنا هو ازاي عمله؟ كأنه برضو structure، يعني هو بيعمل كل حاجة ان هي تبقى ثابتة انشائيا، ان هي مش هتقع. يعني انا في الستراكشر بتاعي انا باخد دايما في المنشأ بتاعي ان هو دايما يكون ثابت هيكليا، بحيث ان ما يبقاش هش معايا ويقع، يبقى الاستراكشر بتاعه ثابت وسليم معايا، يتحمل ان هو واقف. شايفين هنا مثلا ان هو حاطط برضو حاجة ليها وزنها في قلب الجدار بتاعي او المنشأ بتاعي، وهي شايلاها وعالي متحملة الضغوط والاحمال اللي واقع عليها. هنا بقى ده كان بافيليون في ETH في زيورخ. البافيليون ده هما الروبوت دي الروبوت ده من يعني نوع من انواع الروبوتس الموجوده هناك في جامعه اي تي اتش. والروبوت ده المفروض ان هو بيبقى محطوط في كابين كده علشان خاطر يبدا ان هو يتحرك من مكان لمكان. بيبدا ان هو يدخل وحدات الطوب من فتحه معينه، فيبدا الروبوت ان هو ياخد وحده يونت بتاعه الطوب دي ويحط عليها ماده لازقه في مكان معين، هو عارف ان هي هتتلزق على الحته دي بس، ويبدأ إن هو يحطها في مك... يرصها في الشكل بتاع الحيطة اللي أنا مديهوله. هما كانوا عايزين يعملوا بافيليون كبير، فبدأ إن هما مش هيعرفوا إن هما يدخلوا الماشين جوه في قلب القاعة، إن هي تبدأ إن هي تبني الوول بتاعهم. فبدأوا إن هما يبنوا الوول بتاعهم كل 4 متر،
كستيبل وول مع نفسها، هي ثابتة مع نفسها، ويبدأ إن هو ينقل كل بعد ما يرصص الطوب كله لغاية لما يكون الحيطة، يبدأ إن هو ينقل الحيطة الأربعة متر دي لوحدها كيونت لوحدها، يحطها في مكانها في البافيليون. فهنا واخدين بالنا من إن الحيطة فيها كيرفز عادي جدا، وهو بادئ إن هو يرص الطوب بحيث إن هي تتماشى مع الكيرف وتدي معايا السنس بتاع الكيرف. هنا وهو مثلا العربية بتبدأ إن هي تشيل الوول، وتبدأ إن هي عشان تحركها والوول ثابتة وستيبل جدا، والمادة اللزقة اللي هو حاطط عليها مثبتها كويس جدا. تعالوا برضو نشوف لها فيديو تاني. هنا طبعا هو محطوط في كابين زي ما احنا قلنا، وهو هنا بيبدأ ان هو يحط له الطوب بتاعه. هو احنا العملية دي او الجزء ده من العملية احنا نقدر برضو نعمله آليا، بس هو هنا علشان خاطر هو عايز يستخدم روبوت واحد في المشروع بتاعه، فهو بدأ ان هو يحط هو الطوب من ناحية، ويبدأ ان هو الروبوت بتاعه يحط، شايفين هنا بيحط المادة اللازقة هنا في اجزاء معينة، هو عارف ان الطوبة دي هتتلزق من الجزئين دولت، فيبدأ إن هو يحطها ويطلع يلزقها في مكانها بالظبط. هو عارف محدد مكانها بالظبط، يعني مش هنلاقي طوبة متحركة من مكانها أو منزحزحة من مكانها، لا هي مكانها هو عارف محدد مكانها بالظبط بالملي، مفيش نسبة خطأ، هي النسبة هو يعني دقيق جدا. هنا هو بيبني الجدار بتاعه. وبرضه عارف ازاي، عارف اماكن الطوب، يعني عندي مثلا طوبة لونها اسمر وطوبة لونها ابيض، فهو محدد اماكن الطوب فين، الابيض هيتحط فين والاسمر هيتحط فين، فهو فاهم كويس قوي. هو عامل برضه سكان للطوبة اللي معاه، وبادئ وعارف كويس قوي الطوبة دي هتتحط فين، اذا كان لونها اسمر فهي هتتحط في مكان معين، اذا كان لونها ابيض فهي هتتحط في مكان تاني. هو كان مستخدم الطوب اللي لونه ابيض كنوع من التشكيل ارتستيك في الجدار بتاعه. وحاجة تانية كمان ان هو عايز يعشق الاجزاء بتاعة الجدران في بعضها، فيبدأ ان هو يحط طوبة بيضة بحيث ان هي تعمل معايا الفراغات بتاعة التعشيق. هو ما هنا بيبدأوا ان هما يثبتوا الحيطة الاربعة متر بعد ما خلصت، فهما اخدوها وشالوها وبدأوا ان هما يثبتوها في مكانها، يحطوها في المكان بتاعها بالظبط في الجدار بتاع البافيليون. بدأ هنا ان هو يعشق الطوب في بعضه، الجدار في بعضه، علشان خاطر يكون معايا الشكل الكلي، بعدين يثبتها على الأرض. نشوف بقى بعد كده، هما لقوا إن الروبوت مش ممكن، يعني هو احنا دلوقتي شفنا من استخداماته إن هو بيشيل الطوب ويرصه، بيعمل 3D printing، بس هما لقوا كمان إن الروبوت ده أساسا كان بيستخدم في الإندستري، علشان خاطر إن هو بيلحم. فبدأوا ان هم ياخدوا الحديد بدأوا ان هم ياخدوا يبنوا structure بقى بحديد، وبدأوا ان هم يستخدموا الروبوت في ان هو يركب الحديد ويلحمه في بعضه. فزي ما شايفين هنا هو طريقة، يعني بدأ ان هو يلحم الحديد في بعضه ويركب قطعات حديد صغيرة كده، بدل ما يبدأ ان هو يعني الأساسي بتاعه او المستمر بتاعه اللي هو الممبرز الطولية، وبعدين بيبدأ ان هو يستخدم تانية فرعية بس قطع حديد صغيرة، بحيث ان هي تكون معايا الستراكشر كله ويبقى ثابت كله مترابط كله مع بعضه. ماشي، بدأ ان هو بعد ما خلص بدأ ان هم حطوا فيها مالوا الجدار بالاسمنت، فاستحمل الاسمنت بالكيرف بتاعه اللي هو عايزه بأي شكل هو عايزه. نشوف لها فيديو تاني. هنا بيبدأ الروبوت ان هو يكون يحط الحديد بتاعه، هما بيحطوا له اسياخ الحديد الطولية، وهو بيبدأ ان هو يلحم اسياخ الحديد العادية، يقطعها هو ويحطها ويلحمها في مكانها،
ماشي. وهنا بعد ما خلص هو الهيكل بتاعه بدأ ان هم بدأ ان بدأ هم يصبوا فيه اسمنت، فالاسمنت بدأ ان هو يدخل في الحيطة من غير ما يطلع بره، في الفراغات بتاعتها اللي بره بدأ ان هم يصبوها طبعا باسمنت ليه كثافة معينة وليه مكونات معينة، لغاية لما طلع معاهم في الاخر الحيطة بتاعتهم بدأوا ان هم يشطبوها برضو اجزاء باستخدام روبوتس، اجزاء بايديهم العادية ما عندهمش مشكلة، لغاية لما طلع معاهم الحيطة في الاخر كستراكشر شايفين هي كيرف عادي جدا وما فيهاش اي مشكلة، مش يعني بطريقة ان احنا مش ممكن ما نعرفش ان احنا ننفذها بالطرق العادية. نيجي بعد كده نبص استخدامات بقى الروبوتس بيستخدموها برضو كأن انا ممكن اعمل نحت في الطين بطريقة معينة، ان انا استخدم بقى النحت ده يا اما كان احطه على الحيطه او استخدمه كارتستيك ان انا بنحت شكل حد او بنحت اي حاجه قدامي اي شكل قدامي. فهم هنا بيستخدموا برضو بيغير الراس بتاعه الروبوت بيحطها تبع الاستخدام اللي هو عايزه، يعني الراس بتاعه الروبوت يا اما يغيرها يا يخليها تعمل 3D printing، يا اما تلحم، يا اما تشيل الطوب تحطه في مكان تاني، يا اما تبدا ان هي تعمل مثلا زي ما احنا شايفين هنا تنحت في الطين، فيبدأ ان هي يحط لها مثلا بكرة فتبدأ ان هي تمشي تنحت في الطين، او حاجة تانية على شكل مثلا حرف يو كده فتبدأ ان هي تقطع في الطين شرايح معينة رايحة جاية لغاية لما تكون لي الارتستيك شيب اللي انا عايزاه. فبيستخدمها بالطريقة دي بيغير الراس على حسب الاستخدام اللي هو عايزه. في الاخر بعد ما بيخلص بيقوم جاي محرق اللوح بتاعه البانل بتاعه بتاع الطين ويطلع لي منه بانل. نشوف لها فيديو كمان من هنا. هنا مثلا هو بينحت شكل معين في الطين فماسك راس كده بيبدأ ان هو يضغط بيها على الطين لغاية لما يطلع الشكل بتاعه. هنا هو بيبدأ ان هو يعمل برضو شكل تاني متموج في امواج فيبدأ ان هو ركب له راس تانية وبدأ ان هو استخدمها في تمويج الطين. هنا ده بيطلع شرايح بينحته بيطلع منه شرايح معينة عشان يكون دي artistic shape معين شكل معين. بعدين هم هنا بعد ما حرقوها بيبدأوا ان هم بقى ينظفوها علشان خاطر يوضحوها يوضحوا الشكل بتاعها النهائي عامل ازاي. من ضمن بقى استخدامات ندخل بقى شوية، احنا كده شفنا شوية استخدامات لي شوية في pavilions، نشوفوا بقى استخدامات الروبوت في ال construction فعليا. أول مبنى اتبنى 3D printing كان في دبي. المبنى ده كان مبنى بلا كمبنى مكاتب في دبي office buildings. المبنى ده كله مطبوع 3D. المبنى المفروض إن هو أخد منهم 17 يوم، هو المبنى متكون من 17 قطعة، أخد منهم 17 يوم في الإنشاء وأخد يومين بس في التركيب وإن هم ركبوا الكليدنج وركبوا المبنى مع بعضه. المبنى مستخدم عادي جدا طبيعي جدا، هم عملوه الجدران بتاعته بشكل معين هنشوفه دلوقتي. ثواني هنشوفها في الفيديو. بدأوا ان هم يعملوا الجدران بتاعته بشكل معين برضو قطاع كده بشكل قطاع حديد واستخدموا معاها قطاعات حديد بحيث ان هم يبدأوا يطلعوا المبنى بالشيبس دي. الشيب ده يعني الشيب ده هيبدأ ان هو يحقق معايا حاجتين، ان المبنى يبقى ثابت هيكليا وانشائيا، والحاجة التانية ان الفراغات اللي فيه دي هتبدأ تعمل معايا تتحكم معايا في درجة الحرارة الداخلية بتاعة المبنى، وبحيث لان درجة الحرارة في دبي مرتفعة فيبدأ ان درجة حرارة المبنى يبقى من جوه متكيف حراريا، درجة حرارته تبدأ ان هي تبقى منخفضة عن درجة الحرارة الخارجية. فهو هنا ازاي نقلها من في العربية وازاي الحاجات اللي هو حاططها تحت دي الأساسات، وبعدين بيبدأ ان هو يركب القطع مع بعضها ده، بعدين يبدأ ان هو يركب عليها ويحط عليها كليدنج. ده تقريبا كموديل للإنشاء بتاعه في الحقيقة كان عامل ازاي. بعدين هو هنا بقى شكلهم وهم بينشئوه بعد ما خلص بقى شكله بقى عامل ازاي. هم هنا في المبنى ده حاطين كل حاجة في مكانها بالظبط، حتى الشجر اللي هم عايزين يحطوه حطوه في مكانه بالظبط. كل حاجة معمولة بالروبوت
يعني هو أنشأ المبنى بالروبوت في الموقع برضه عمل كونه وركبه مع بعضه بالروبوت. الفكرة هنا بقى في المباني الـ 3D روبوتس دي، المباني الـ 3D printing دي، إن هي وفرت معاه في العمالة، وفرت معاه في الماتريال، وفرت معاه في كل في الوقت بتاع التنفيذ والإنشاء. يعني متخيلين إن المبنى يبقى واحد مثلا رايح يبني بيته، فالمهندس يقول له خلاص تعالى لي كمان أسبوع أو كمان أسبوعين وأنا هتستلم المبنى بتاعك جاهز. عندي بقى اللي بعدها، هنا ده أكبر مبنى 3D printed، مبنى موجود برضه في دبي، مكون من دورين. هما كانوا عملوا أول مبنى، بدأوا إن هما يعملوا أبحاث تانية يطوروا في الماتيريال بتاعتهم علشان خاطر يبدأوا إن هما يعملوا مبنى عالي شوية، يبدأوا إن هما يطلعوا في يعلوا بالأدوار بتاعتهم. فالمبنى ده الأسمنت بتاعه معمول من مباني معاد تدويرها، يعني مباني كانت متهدمة وأعاد تدويرها تاني لغاية لما عمل المبنى، عمل منها الأسمنت ماشي من كسر المباني القديمة. بدأ إن هو برضه استخدم هيكل إنشاء الإنشاء العناصر الإنشائية بتاعته برضه في 3D printing وهو بيطبع. المبنى ده اتعمل في التشييد والتجهيز بتاعه كان في 3 شهور، ومساحته كانت 340 متر وبارتفاع 9.5 متر. ده أكبر مبنى مطبوع 3D في موجود في العالم. وفايدته إن هو من استخدام الأسمنت للنفايات المباني التانية، بدأ إن هو يقلل من نفايات المباني. يعني أنا لما هدم مبنى دلوقتي، أنا النفايات بتاعته مش هرميها ومش مش هحطها في مكان فتبدأ إن هي تضر معايا الطبيعة، لأ أنا هاخدها وأبدأ إن أنا أعالجها وأحطها أعمل بيها مباني تانية جديدة. وبالتالي هو استخدام الروبوت في المبنى قلل المخاطر البشرية، قلل العمالة للبناء. العمالة بتاعة المبنى كانت تتعدى على صوابع الإيد. دلوقتي ممكن نشوف فيديو تاني المبنى. ده كان أول مبنى مبني بس كان في روسيا، اللي هو اللي فات ده كان أول مبنى بنوه 3D بس في روسيا، بس كان يونت تجريبي كوحدة سكنية. هنا بقى هي نفس الشركة اللي عاملاه، هي نفس الشركة اللي هي أبيسكور، هي اللي عاملة أعلى مبنى اللي هو 9.5 متر في دبي. المبنى مكون من دورين سلالم وإنشائي عادي جدا. ده بقى بنوه ببرينتينج ماشين واحدة بس في الموقع، يعني ما نقلهوش زي اللي قبليه لما كان معمول بري فاب واتنقل في الموقع اتركب، لا هو ده أنشئ في الموقع نفسه واتبنى في ظروف جوية اللي هي الظروف الجوية العادية بتاعت دبي، اللي هو درجة الحرارة العالية عادي جدا. اتبنى طبقة مع طبقة، كان المساحة 640 متر. ده جزء من التيم بتاعه القليل اللي كان موجود. هنا طبعا هما حاطين العناصر الإنشائية في المبنى، هما بيبنوه طبعا التحليل الإنشائي للمبنى، يعملوا طبعا دراسات بتاعة المبنى كله ويحلوها إنشائيا. ندخل على المثال اللي بعديه، الفيوتشر تري. هو عايز يعمل شيد قدام مكان معين أو مبنى معين، فبدأ إن هو استخدم فيه أكتر من تقنية أو أكتر من استخدام للروبوتس. أول حاجة بدأ إن هو عمل العمود بتاعه بال 3D printing، بعدين قام جاي حاطط فيه العنصر الإنشائي بتاعه اللي هو الحديد بتاعه بتاع التثبيت بتاعه اللي هيمسك الهيكل بتاعه، حطه في قلب 3D printing، بعدين قام جاي صابب عليه 3D printing ده من مادة معينة، بحيث إن هو بعد ما خلاص ما الأسمنت ما يمسك، بدأ إن هو شال طبقة ال 3D printing من على الأسمنت، فبدأ طلع معايا العمود هيكل إنشائي سليم جدا بالشكل الأرتستيك اللي أنا عملته، أو شكل جذع الشجرة اللي أنا عملته. وبعدين بعد كده الشيد من فوق، الخشب من فوق، بدأ إن هو عملها بروبوت تاني، بدأ إن هو يقطع الخشب ويجمعه، بدأ إن هو لغاية لما عمل الشكل بتاعنا اللي احنا عايزينه، بس عمله على أجزاء. وبعدين هم أخدوا الأجزاء دي في الموقع وبدأوا إن هم يركبوها مع بعضها، وبدأوا إن هم يثبتوها في العمود بتاعها ببليتس مثبتة من على العمود علشان خاطر يثبت فيها الشيد اللي فوق. ده شكلها في النهاية.
في فيديو كمان. هنا هو طبعا هنا في المشروع ده الروبوت كان فيه تدخل بشري، في النهاية احنا بنبدأ ان احنا نحط بس المسامير، بس الروبوت حافظ مكان المسامير وعارف مكانها بالظبط وميولها قد ايه، فبدأ ان هو يحفرها هو هنا وهو بيعمل الشكل بتاع هنا، وهو بيعمل الارتستيك شيب بتاع جذع الشجرة اللي هو بتاع العمود بتاعي، يبقى شكله عامل ازاي بالمنحنيات بتاعته بالكيرفز الموجودة فيه. بعدين هنا شكل 3D printer، هي بتطبع الهيكل اللي بره او الغلاف الخارجي اللي هيبقى موجود عليه، اللي هيبقى مصبوب في قلبيه العمود، اللي هصبه في قلبيه العمود. برضو بيعتمدوا فيها على فكرة ان انا بيبقى عندي الماتيريال اللي انا بطبع بيها بتبقى على شكل خيوط، وهنا بيبدأوا ان هم يصبوا الاسمنت في قلب العمود. طبعا واخدين بالنا برضو ان الهيكل بتاعي اللي هو 3D printed مستحمل معايا الضغط الجامد بتاع الخرسانة، مستحمل معايا كل حاجة. بيبدأوا هنا إن هما يشيلوه جزء جزء من على العمود علشان خاطر يطلعوا شكل العمود الخرساني النهائي. وهو هنا وهو بيركب الشيد اللي بره اللي بتبقى فوق الخشب، الروبوت بيقطع الخشب وعارف مكان كل خشبة بالظبط ومقاسها بالظبط، بيبدأ إن هو يحطها في مكانها. هما عملها على 4 أجزاء وبدأوا إن هما هيكونوا ال4 أجزاء ويركبوها في الأرض في الموقع. بس الفكرة في إن الروبوت بيبقى عارف مكان كل حاجة بالظبط، أنا ممكن أكون أنا بس بركب المسامير، بس هو حافر مكان المسامير وعارف مكانها بالظبط وتتركب مع التانية فين بالظبط، بحيث إن تبقى نسبة الخطأ مفيش تقريبا، معامل الدقة بتاعه عالي جدا، فكون معايا الشكل ممكن يبقى أي لو حد شغال بإيده طبيعي مش هيقدر ان هو يطلعه بالدقة العالية ديت. ده شكله بعد ما خلص، بعد ما ركبوا العمود في المكان بتاعه وركبوا عليه الشيت بتاعته وثبتوها في بعض. ده كان شكلها النهائي. ده بقى مثال تاني لبافيليون برضو. البافيليون ده هو فكر في هيكل معين شكل معين، بس انا هيعمله من يونت من الخشب، بس الشكل فيه كيرفز معينة وفيه انحناءات معينة، فانا الخشب ده هوظفه ازاي؟ بدأ ان هو يعمل تقطيعات مختلفة في الخشب بأشكال مختلفة ويركبها مع بعض لغاية ويركبها مع بعض في الموقع. فبدأ إن هو يستخدم مثلا طريقة التركيب الخشب مع بعضه بالطريقة دي، إن هو يبدأ إن هو يبقى في عملية تعشيق ما بين الخشب اللوح والتاني. اللي عمل الكلام ده وحفره بالدقة دي هو الروبوت، إن هو بدأ إن هو عارف مكان الخشب ده هيتعشق مع بعضه إزاي، والتقطيعة دي الارتباط دي باللي جنبها إزاي، فبدأ إن هو يقطع كل لوح لوحده بالطريقة بتاعته بالشكل بتاعه المفروض يبقى عليه بدقة عالية. وبعدين بعد كده هم أخدوها وبدأوا إن هم يركبوها في الموقع. هنا وهو بيبدأ ان هو يعمل ديزاين لشكل اليونتس بتاعة الطوبة تبقى عاملة ازاي، واخد الكونسبت بتاعه من ايه، وكل يونت مترقمة وليها رقمها وعارف مكانها بالظبط دي هتبقى موجودة فين. بيبقى المهندس حاطط الديزاينر بيبقى حاطط كل الكلام دي، كل الباراميترز دي حاططها معاه في البرنامج بتاعه. في البرنامج بتاعه هو عارف مكان كل حاجة بالظبط، فبيبدأ ان هو يعرفها للروبوت، يعرف مكان كل حاجة بالظبط وشكل كل يونت هيبقى عامل ازاي. فهما هنا بيبدأوا ان هما ياخدوا الخشب الواح خشب عادية جدا ويبدأوا ان هما يقطعوها بالشكل بتاعهم اللي هما عايزينه، وبعدين بعد كده يدوها للروبوت يبدأ ان هو يحفر الحدود بتاعتها علشان خاطر تبدأ ان هي تتعشق مع بعضها. هو الروبوت بيبدأ ان هو يحفر
وهنا اللي في ايده ده الكنترولر بتاع الروبوت، جهاز التحكم بتاع الروبوت اللي بيبدأ يتحكم فيه. هو واقف بره بيراقب عملية الروبوت علشان خاطر الغبار اللي جوه المتناثر ده. ويبدأ الروبوت ان هو يحفر كل حاجة بدقة جدا، هو عارف مكان كل حاجة بالظبط. بعدين بعد كده أخدوها وبدأوا إن هما أخدوا اليونس، بدأوا إن هما يركبوها في الموقع، كل واحدة مكانها بالظبط، هما عارفين مكانها بالظبط فين، فيبدأوا يركبوها مكانها في الموقع لغاية لما يخلصوا. ركبوا كل حاجة مع بعضها، فتكون معايا الشكل والمنشأ اللي أنا عايزاه، بالكيرفز بتاعتي اللي أنا عايزاها، بنفس ما تخيلته بالظبط على البرنامج بتاعي. نيجي بعد كده نشوفه. ده الشكل بتاعنا الفيديو. في هنا فيديو تاني، هو ما عملش بس جدران، بس هو عمل يعني مش هنعمل جدران بس، احنا هنعمل جدران واسقف، والسقف كمان كعنصر انشائي مش هيبقى بليت، مش هيبقى مستقيم، لا ده انا هعمل فيه تشكيل. بدل ما انا لسه ابدا ان انا اشطبه او اعمله تشكيل من فوق او اعمله وليكن ايه بالذي، لا انا هبدا اعمل في السقف نفسه تشكيل من ناحيه. التشكيل بتاعي بتاع السقف اللي هو البارز والغاطس اللي بيبقى فيه ده بيقلل معايا من الماتيريال بتاعتي بتاعت السقف، لان انا مش هستخدم نفس كميه الاسمنت اللي انا هستخدمها لو انا عملته مستطيل كامل مقارنة بكمية الأسمنت اللي أنا هستخدمه لما أعمل فيه فجوات. يبقى أنا كده قللت من الماتيريال بتاعتي. يبدأ هو هنا إن هو يطبع الشكل بتاعه، الاستامبة بتاعته اللي هو هيحط عليها الأسمنت، فتبدأ تطلع له الشكل بتاعه. بدأ إن هو حط الاستامبة بتاعته وشكلها خلاص وطلعها، بيبدأوا ان هم ينظفوها. وبعدين بعد كده بيبدأوا ان هم بعد ما بعمل الرسومات بتاعتي كل حاجة، أبدأ ان هو هنا بيحفر عناصر معينة عايز يستخدمها معايا برضو في عملية التركيب بتاعته، علشان خاطر يبدأ ان هو يطلع لي الشكل بتاعي، السقف بتاعي، كأن حط اسطمبة وحط عليها السقف، فالسقف طلع معايا بعد ما نشف، طلع معايا بالاسطمبة بشكل الاسطمبة بتاعتي بالظبط. فهي دي نفس الفكرة، عمل الاسطمبة وبعد ما خلصها ركبها جنب بعضها. بعدين بيبدأ يعمل لها معالجات معينة، وبعدين بيعمل عليها الخرسانة بتاعته، السقف الخرسانة بتاعته. بعد ما بيخلص خالص بيبدأ ان هو يطلع الاسطمبة، فيتكون معاه الشكل بتاعه بتاع السقف ده، الفاينل بتاعه بتاع السقف النهائي بالشكل اللي هو عايزه. بعد ما طلع منه الاسطمبة يبدأ بقى ان هو ياخدها ويركبها جنب بعضها في المكان بتاعه اللي هو عايزه في الموقع. الجدار اللي تحت ده برضو جدار برضو معمول بنفس فكرة الويلد بتاعت الروبوت، اللي بيبدأ ان هو يلحم الحديد ويبدأ ان هو يعمله يبنيه بالطريقة اللي هو عايزها. الحيطة اللي المفروض تبقى انا عاملة له مثلا حيطة فيها كيرف كده من فوق، فيبدأ ان هو يتني الحديد تبع الكيرف ده، ويبدأ ان هو يركب فيه الحديد التاني الصغير يربطه كله ببعضه. بعدين هم عملوا الفراغ ده كده كله بحيث ان هو يبقى الحيطة وفوقيها السقف بتاعها، كل حاجة متركبة، كل حاجة معمولة روبوتس. الفراغ كله معمول بالروبوتس، الحيطة معمولة بالروبوت، والسقف معمول برضه بالروبوت ومصبوب. وبعدين هم جاي صبوا عملوا الاسطمبة بتاعته بالروبوت وصبوا عليها السقف، وبعدين جابوا السقف وحطوه مكانه. بس ده كده يبقى احنا كده شفنا الجزء اللي احنا شرحناه النهاردة ده من استخدامات الروبوتس. دي عبارة عن مقدمة بسيطة جدا بشكل مبتدئ عشان نعرف الناس باستخدامات الروبوت الواسعة في العمارة، ان انا ازاي ان انا اقدر ان انا استخدم روبوت وابدأ ان انا اوظفه واحط له الاستخدامات بتاعته الصح في الوظائف بتاعتي اللي انا عايزاها الصح. وبعدين في أكتر من كده بكتير من الاستخدامات دي بكتير، وفي مشاريع أكتر من كده بكتير، بس ده كان جزء من المشاريع اللي أنا البسيطة اللي أنا حسيتها إن هي ممكن تبقى مميزة شوية
أو أفكارها بسيطة أو ليها فكرة تقدر إن هي تعملها، يعني أفكار معينة تبدأ إن هي تقدمها، عشان خاطر كمان تنوع الاستخدام. إن أنا أقدر إن أنا أقول إن الروبوت ملوش استخدام واحد، ده ليه أكتر من، يعني ليه استخدامات كتيرة أبدأ إن أنا أستخدمه فيها. مش شرط إن أنا هعمل روبوت بس في حاجة معينة، لا، أنا هعمل روبوت في حاجات كتير، يبدأ إن هو يكرر لي عملية معينة. أنا روبوت، فكرة استخدام الروبوتات يعني بيستخدموها في العمارة علشان خاطر تساعد المعماري، عشان خاطر ما يقومش هو بعمل متكرر مرات كتير، فتبدأ الروبوت إن هو يقوم هو بالعمل المتكرر ده، ما يخليش المعماري هو اللي يقوم بالعمل المتكرر ده. فدي كان بعض استخدامات الروبوت. من هنا طبعا لسه في استخدامات كتير وحاجات كتير. بعدين ده كان شكل بسيط بس التعريف بالروبوت واستخداماته. في استخدامات اكتر، وفي لو حد حابب ان هو يتعرف على المجال ده اكتر، ففي يقدر ان هو يعمل سيرش على النت عن روبوتس، هيلاقي فيه لابس كتير قوي عاملة مشاريع كتير قوي. هيبدأ ان هو يشوف فيديوهات اكتر زي ما احنا ما شفنا دلوقتي، ويبدأ ان هو يعرف ميكانيكية عمل الروبوتات ازاي، وهي بتبدأ ان هي تتصنع ازاي وتعمل وظيفتها ازاي. لسه عندنا محاضرتين تانيين عن السمارت سيتيز والسمارت هومز والماتيريال، فان شاء الله اشوفكم تاني الاسبوعين الجايين برضو يوم الجمعة. واحنا كده الحمد لله محاضرتنا خلصت على النهاردة، واتمنى ان هي تكون قدمت حاجة مفيدة، حاجة مشوقة، واتمنى ان هي تكون قدمت حاجة حلوة يعني أساعدتكم، وإن هي فعلا وصلت وصلت قدرت إن أنا أوصل المعلومة ليكم، وقدرت إن أنتوا تلاقوا المعلومة فعلا اللي أنتوا عايزينها في المحاضرة دي. أنا كده خلصت النهاردة، شكرا جدا ليكم، جزاكم الله شكرا خير، جدا، الله شكرا يكرمك. جدا جدا أستاذك بس لحضرتك. لو حد عنده سؤال للدكتورة يفتح المايك ويسأل على طول، أكيد طبعا، لو أي حد عنده أي أسئلة أو أي استفسارات. احنا مش دكتور عبد الرحمن، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. وعليكم السلام حضرتك. شكرا دكتورة على هذه التقديم الرائع وهذه المحاضرة مفيدة جدا جدا جدا، وهذا صراحة ينقصنا في العالم العربي، في المحتوى العربي مثل هذه المحاضرات القيمة. شكرا أنا جدا سعدت لحضرتك. جدا بمتابعتك، ونشكر أخي مهندس عمر سليم صاحب أجمل مبادرة عربية صراحة، في اللي هي شكرا. بيم أريبيا، اللي جمعتنا كلنا من جميع الدول العربية، سواء كان الناس اللي موجودين في داخل الوطن العربي أو في خارج الوطن العربي، كنا متابعين ليه، وكنا استفدنا وتعلمنا من الزخم الكبير اللي يتكون من لقاء الأساتذة الأفاضل وتقديمهم للشروحات والمحاضرات في صورة قنوات تدفق معرفي يستفيد منها الناس في العالم العربي بالكامل. جزاكم الله كل خير، نسأل الله أن ربي إن شاء الله يجعله في ميزان حسناتكم. أنا عندي سؤال بسيط جدا، اللي هو هل في توجه في جمهورية مصر العربية في التعليم العالي في أقسام الهندسة المعمارية وأقسام الهندسة المدنية، في تطوير معامل الخرسانة ومواد البناء ومعامل الهندسة المعمارية، في استحداث اثنين يعني على مستوى الهاردوير والسوفتوير، يعني استحداث وحدات موجهة للارتفيشال انتليجنس، كذلك في المعامل في الجزء العملي، هل في برامج لادخال تقنيات او اوريدي موجودة؟ انا ما نعرفش، في مصر بعض المعامل الجامعية تم ادخال فيها تقنيات ال 3D printing والارتفيشال انتليجنس الموجه ديديكيتد للعماره والمدنيه. شكرا، بارك الله فيك دكتوره. شكرا جدا لحضرتك. شكرا. احنا عندنا في مصر في طبعا معامل موجوده، في بريفاب موجوده في مصر، في كمان عندنا من اشهر المعامل الموجوده في مصر في الروبوتك فابريكيشن، معمل الروبوتس بتاع الاي يو سي، الجامعه الامريكيه الموجوده في مصر، عندهم روبوتس، عندهم 3D printing، عندهم برضو الكلام ده موجود. غير كده كمان مثلا في جامعات زي جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، هنلاقي إن في قسم الهندسة، في أقسام معينة في الهندسة زي الكمبيوتر ساينس أو الميكاترونكس، يبدأوا فعلا إن هما يطوروا في الحاجات دي، ويبدأوا فعلا إن هما يطلعوا الكلام ده. بس فكرة بقى استخدام الكلام ده معانا إحنا ككونستراكشن أو موجود معانا في الموقع، فالكلام ده لسه مش منتشر في مصر، بس كمعامل موجود فعلا، وفي أبحاث بتتعمل، وفي ناس بتبدأ إن هي تطور فعلا في الموضوع.
كجزء كروبوتس ماشينز كبرامج بقى. ف في مجال البرامج تقريبا موجود برضه في الاي او سي، و تقريبا غير كده ان احنا كمان عندنا الجراس هوبر راينو والجراس هوبر، فدولت برضو من اشهر الحاجات اللي موجوده اللي ممكن تستخدم. فالكلام ده يعني متاح عندنا في مصر الحمد لله، واكيد طبعا في ابحاث، في ناس بتبدا ان هي تفكر فعلا في الموضوع ده وتطلع منه حاجات جديده. اتمنى ان انا اكون قدرت اجاوب على سؤال حضرتك. جزيل الشكر دكتورة، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا جدا لحضرتك. في سؤال من المهندس الأمني، إزاي الواحد يبدأ يدخل المجال وإيه البرامج اللي ممكن تساعد؟ ازاي الواحد يبدأ ان هو يدخل المجال؟ في عندنا احنا لو عملنا سيرش على النت عن الروبوتك فابريكيشن او اي حاجة، هنلاقي مثلا على مواقع معمارية كتير هنلاقي منزلة مشاريع زي كده. أبدأ ان انا اعرف المشاريع دي، أبدأ ان انا اقرأ الابحاث العلميه المنشوره، ابدا ان انا اقراها، وابدا ان انا اشوف الناس دي بتفكر ازاي، وابدا ان انا اعرف هما بيبداوا ازاي من اول الموديل بتاعهم اللي هما بيعملوه بيحققوا فيه المتطلبات ازاي لغايه لما يوصلوا لعمليه التصنيع. غير كده كمان في عندنا معامل بتاعه جامعات عالميه زي الام اي تي، زي الاي تي اتش، زي ال ETH والام اي تي، زي معامل مثلا بتاعت كلية هندسة جامعة هارفارد. برضو في معامل كتيرة موجودة على النت منزلة مشاريع ومنزلة ابحاث نقدر ان احنا نقراها ونقدر ان احنا نشوف هما بدأوا منين او وصلوا لغاية فين، يا اما نكمل يا اما نواكب دماغنا معاهم. البرامج عندنا في الراينو ده اشهر برنامج مشهور في الموضوع ده، وده من البرامج السهلة والحلوة جدا الممتعة نقدر ان احنا ننفذ بيها الكلام ده بسهولة جدا. فيبقى احنا كده عندنا أبحاث ومشاريع نقدر إن احنا ندور عليها نقرا فيها. تمام يا دكتور، في أي أسئلة تانية؟ في أي حد عنده أي تمام شكرا أسئلة؟ لحضرتك. جزاكم الله كل خير، وإن شاء الله في مهندس أحمد، اتفضل. أهلا. اتفضل لو دكتور. سمحت، لو تسمح لي بعد إذنك، يعني اتفضل يا دكتور. هل في إمكانية مع حضراتكم إن شاء الله في الشهر القادم، يعني إن شاء الله ممكن نستضيفكم في حلقة موجهة للجمهور في ليبيا، يعني هل في إمكانية يعني؟ أكيد طبعا، أكيد طبعا، ده شرف ليا وحاجة تسعدني جدا. طبعا حيكون التنسيق عن طريق المهندس عمر، بعد إذنك يا باشمهندس عمر. تحت أمرك، حاضر، هعمل محاسبة مشتركة حالا على الواتساب دكتور. الله يبارك فيك، الله مشكور جدا، يخليك، ونسأل الله إن شاء الله ينفع بكم وفي ميزان الله حسناتكم يخليك، يا رب. الله شكرا يخليك. جدا لحضرتك، ربنا يخليك. باشمهندس أحمد، يعطيكم العافية. اتفضل. الله يسلم لحضرتك. أول إشي شكرا لك دكتورة، شكرا جدا كانت لحضرتك. محاضرة بجنن. شكرا جدا. هلا أول إشي، أنت ركزت كثير على موضوع التنفيذ والإنشاء، هذا كان إشي كثير حلو. بس كان عندي سؤال بالنسبة لعملية التصميم يعني والبيم. في آخر تحديث للريفت كان في عندنا إشي اسمه الجنريتيف ديزاين، وكان إنه كان معطي مقترحات عن طريق الذكاء الاصطناعي لعملية التصميم. فكيف ممكن هذا الشيء اللي قدام يتطور ويحسن بعملية التصميم؟ كيف ممكن يأثر على المهندس اللي قاعد بصمم؟ حد علمك. تمام، يعني حضرتك تقصد ازاي العملية دي بتبدأ ان هي تأثر على المصمم اللي بيبدأ ان هو يستخدم البرنامج ويصمم، صح؟ بالضبط، وإنه كيف مثلاً ممكنها توفر وقت كتير كبير، بس نفس الوقت إنه يزيل الإشي كتير مأتمت زيادة عن اللزوم ممكن. طيب، هو الفكرة انا ببدأ، انا الاول قبل ما بستخدم الماشين اللي انا بستخدمها ببقى عارفه كويس قوي هي بتشتغل ازاي، وفاهمه كويس قوي طريقه عملها وهي بتتحرك ازاي وكل حاجه. فانا لما باجي ان انا اعمل ديزاين ببقى حاطه كويس قوي في دماغي الموضوع ده، حجم الاله عامل ازاي، هي بتشتغل ازاي وبتتحرك ازاي. فابدا ان انا احط في دماغي الكلام ده، فابدا ان انا اعمل التصميم بتاعي على الطريقه دي. يعني احنا مثلا لو دورنا في الروبوتس اكتر هنلاقي في حاجه اسمها الهوت واير كاتنج. في الهوت واير كاتنج هو بيبقى في عنده فوم، مربع فوم، ويبدا ان هو ينحت فيه الشكل اللي هو عايزه. فانا عشان خاطر اعمل الطريقه ديت لازم ابقى عارفه الدراع ده هيتحرك ازاي وهيبدا يعمل ازاي. فانا بحط في حسباني وفي دماغي دايما وانا بفكر الماشين اللي قدامي هتتحرك ازاي، فده هيأثر عليا قوي في العمليه بتاعت التصميم.
هبقى عارفة أنا هديله أوامر إيه الأول يعملها، وبعدين يعني ترتيب الأوامر اللي هيعملها إزاي. غير كده كمان فكرة إن الموضوع هياخد وقت قد إيه، ممكن يكون الموضوع في البداية ممكن ياخد وقت، بس بعد كده هيبقى عندي بيز أساسية هبدأ إن أنا أشتغل عليها في كل مرة، فده هيوفر معايا وقت. يعني ممكن ياخد معايا وقت في المرة الأولانية، بس بعد كده في المرات اللي بعد كده هيوفر معايا وقت كتير قوي. يعني فكرة توفير الوقت دي هتبقى كبيرة معايا في الموضوع ده. غير كده إن تطور التكنولوجيا ما بينتهيش، وكل مدى ما بيطوروا أكتر وكل مدى ما بيطلعوا إمكانيات أكتر، فده هيساعد أكتر معانا في الـ construction وفي التصميم بتاعنا أكتر. أتمنى إن أنا أكون وصلت المعلومة يعني اللي حضرتك عايز اللي حضرتك تقصدها. يسلم كثير. كمان شغلة، موضوع الجنراتيف ديزاين هو كان يقدم مقترحات للتصميم نفسه، للاركيتكتشر كتكتير وتوزيع فراغات وغرف، فبتهيألي كان قدام يصير يعطي تصاميم أوسع وأشمل. اكيد طبعا. لما باجي استخدم الجنريتيف ديزاين ده معايا في الديزاين، بيطلع لي طبعا ببدا ان انا يتحكم معايا في حاجات كتير، بيكون معايا في الديزاين في حاجات كتير، ابدا ان انا احط باراميترز معينه، ابدا ان انا اشتغل عليها او اطور في الباراميترز دي، او اديله باراميترز يبدا ان هو الديزاين بتاعي يبدا ان هو يتحور حواليها او يتمحور حواليها، ويبدا ان هو يحققها لي. فلو انا مثلا بعمل فراغ جديد مثلا، فابدا ان انا استخدم فيه جنريتيف ديزاين عشان اطلع نظام انشائي جديد، او ابدا ان انا اطلع شكل جديد، او ابدا ان انا اطلع اطور في الفراغ بتاعي في استخدامه اكتر. فالجنريتيف ديزاين طبعا بيطور معايا التصميم كتصميم وكاستخدام كمان اكتر. اتمنى ان ده يكون رد على سؤال حضرتك. شكرا يسلم جدا، ايدك، يسلم كثير. شكرا جدا جدا لحضرتك على سؤالك. في سؤال من محمود، ممكن نعرف ازاي نمشي في مجال الداتا ساينس؟ نمشي ازاي في مجال الداتا ساينس؟ في منصات عندنا على النت بتاعت كورسات زي كورسيرا وإدكس فيوتشر ليرن. المنصات دي بتنزل كورسات على طول باستمرار عن الداتا ساينس، عن مجال الكمبيوتر ساينس عامة، فبتبقى الكورسات بتاعتها حلوة جدا، بتبقى من جامعات مشهورة زي مثلا الجامعات اللي احنا قلناها، اذا كانت هارفارد او اي تي اتش او زد تي اتش، وليكن الجامعات دي بتبقى بتنزل كورسات على طول باستمرار، فنقدر ان احنا ندخل ونقدر ان احنا ناخد كورس معين مثلا في داتا ساينس في مجال معين انا حسيت ان هو شددني. غير كده كمان اقدر ان انا اقرا ابحاث برضه اكتر، حاجة مثلا زي ريسيرش جيت انزل من عليها ابحاث وادور من عليها وطلع من عليها الأبحاث في المجال وفي الموضوع اللي شايفاه إن هو مناسب ليا أو شايفاه إن هو شادد دماغي أكتر. تمام يا دكتور. في سؤال برضو مهندس علاء، هل ممكن مصادر الحصول على معلومات برامج التصميم والروبوتات المستخدمة في ذلك؟ معلش، مصادر الحصول على معلومات برامج برامج الروبوتات؟ التصميم والروبوت، التصميم والروبوت. برامج التصميم والروبوت، هو من أشهر البرامج اللي موجودة الجراس هوبر والراينو، وكوكا منزلة اللي هو كوكا بي ار سي، ده بلاجن برضه بيستخدم على الجراس هوبر في الراينو. فاحنا ممكن في مصادر تانية كتير احنا ممكن ندور عليها، على حاجة مثلا زي موقع اسمه جراس هوبر فود، فاحنا ممكن ندور عليه هنلاقي عليه بلاجنز كتير ممكن تستخدم مع روبوتس كتير. ممكن ندور كمان ممكن نلاقي شركات تانية منزلة كمان برامج تانية، بس هو أشهر حاجة مستخدمة اللي هو الراينو والجراس هوبر وكوكا، فده اللي موجود. تمام، جزاكم الله كل خير، وفي انتظار حضرتك إن شاء الله في المحاضرة 2 و3 الجمعة القادمة إن شاء الله، وجزاكم الله إن شاء كل الله. خير. شكرا جدا لحضرتك، ألف شكرا شكر لحضرتك، حضرتك، الله يكرمك، الله يكرمك. شكرا. Terima kasih.